معنا مشاهدينا الكرام من صيدا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات. مرحبا بك أستاذ حسان معنا. إذن هناك أنباء عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز، كيف تقرأ ذلك؟ من الواضح أن إيران ترتكب المزيد من الأخطاء نتيجة الضغوطات الأمريكية والأوروبية عليها اقتصاديا التي تؤثر سلبا على واقعها الداخلي وعلى مصداقيتها وقدرتها على المواجهة. أيضا من الملاحظ أن قيام إيران بخطوة احتجاز السفن هي خطوة غير قانونية وغير مبررة إذا ما قارناها باحتجاز السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، باعتبار أن تلك السفينة كانت تخرق العقوبات الأوروبية على سوريا، بينما هذه السفن تم احتجازها تحت عنوان أنها خالفت القوانين البحرية الدولية وهذا غير مؤكد. وإضافة إلى أن إيران أعلنت منذ أيام أنها سترد على احتجاز سفينتها وأنها سوف تحتجز سفن بريطانية. فالتصرف الإيراني اليوم يدل على خرق هذه القوانين الدولية وعلى تشجيش العالم الغربي برمته والعالم العربي أيضا ضد ممارسات إيران وتصرفاتها في المنطقة. أيضا هناك عفوا سيد حسان، يعني من جانب آخر هناك تضارب في التصريحات بين أمريكا وإيران بشأن مصير الطائرة الإيرانية المسيرة، ما تفسيرك لموقف كلا البلدين؟ من الواضح أن إيران لا تستطيع أن تتحمل أي خطر، هي تحاول أن تظهر أنها دائما هي في موقع القوة وأنها قادرة على التصرف والتحرك وأنها لا تتعرض لأي خسائر. إيران الآن في حالة خطر وفي حالة أزمة وتحاول أن تؤكد أنها هي القوية وأنها هي المنتصرة وأن لها اليد الطولة واليد العليا في هذا الصراع. ومن الملاحظ أيضا أن إيران ابتعدت عن استخدام أدواتها لمواجهة أو لتهديد المصالح الغربية في المنطقة وبدأت مباشرة استخدام الحرس الثوري الإيراني في مواجهة القوى الغربية ومصالح القوى الغربية، وبدأت هذا اليوم احتجاز السفن النفطية الباحثة على العمل الإيراني والعمل مباشرة قبل الحرس الثوري مستخدمة أطارات الحكم والزوارق، مما يعني أن أدوات الآن في المنطقة يعاد أو هي المستوى المطلوب تحقيق المصالح الغربية. لذلك أصبحت إيران منغمسة أكثر في المواجهة وأصبح الصراع أكثر وضوحا ما بين النظام الإيراني وبين المجتمع الدولي. ولكن ألا ترى أن الخطوة الإيرانية لها تبعات، لا سيما بعد أن بثت إيران لقطات مصورة من الطائرة محل الجدل؟ لا شك أن الطائرات الإيرانية المسيرة هي موجودة في الأجواء ويمكنها أن تقوم بالتصوير، ولكن إذا ما تم إسقاطها أم لا هذا يتوقف على ما سوف ينشره الأمريكيون من فيديو، كما وعدوا بأن لديهم فيديو سوف ينشروه ينشرونه ويؤكدون إسقاط هذه الطائرة. والقدرات الأمريكية هي كبيرة حقيقة، ولكن أمريكا هي أكثر قوة من القدرات الإيرانية، ولكن هل تم إسقاطها أم لم يتم إسقاطها؟ المنطقة تسير نحو المواجهة نتيجة هذا التصعيد الإيراني وهذا التوجه الأمريكي نحو حماية الممرات الحربية ونحو الحشد الدولي، خاصة مع مؤتمر البحرين سوف يعقد بعد أيام لمواجهة التهديدات الأمنية في ممرات الحربية وخاصة في ممر. طيب هل تعتقد أن أمريكا يمكن أن ترد على هذه العملية بعملية في العمق الإيراني، أم أن الهجوم على ميليشيا حزب الله والحرس الثوري في معسكر أميرلي بالعراق كان الرد على هذه العملية، عملية الطائرة المسيرة؟ الرد الأمريكي في العراق إذا ما كان أمريكيا باعتبار أن الولايات المتحدة قد نفت علاقتها بهذا الهجوم، ولكنه يأتي في سياق الهجمات الإسرائيلية التي يتم شنها في سوريا على مخازن الأسلحة الإيرانية، وهذا يأتي في هذا السياق. طب لا تكون إسرائيل قد قامت بهذه الغارة، ولكن هذه فقط سلبا على القدرات الإيرانية على تخزين هذه الصواريخ والإمكانيات خارج الحدود الإيرانية، مما يضعف القدرات الإيرانية ويجعلها مكثفة أكثر لأي معركة مستقبلية ما بين إيران مباشرة والولايات المتحدة والدول المتحالفة معها. إيران الآن تعاني فعلا أزمة حقيقية وتواجه أزمة صراع وجودي إذا ما استمر التصعيد بهذا الاتجاه. طيب هل تعتقد أن ممارسة واشنطن الحد الأقصى من الضغوط سيؤهلها إلى التفاوض مع طهران؟ الولايات المتحدة تعلن مرار استعدادها للتفاوض وهي تدفع بهذا الاتجاه وهي تتأمل من خلال مزيد من الضغوطات الاقتصادية تحقيق مكاسب عسكرية ولكن دون الخوض حرب، ومكاسب
بحيث ترضخ ايران للمطالب الامريكيه. وبالامس وزير خارجيه ايران ظريف اعلن استعداده لتوقيع الملحق التابع للاتفاق النووي الذي وقع عام 2016، مما يعني ان ايران بدات تدرس العوده عن بعض المواقف المتشنجه نتيجه العقوبات الامريكيه. ولكن المطالب الامريكيه سقفها عالي وتتزايد باستمرار، ومع التصعيد الايراني قد يصبح من الصعب جدا الجلوس على طاوله المفاوضات والبحث عن حلول سياسيه لوقت الازمه الامنيه والعسكريه تتخاصم وتتصاعد. اضافه ان ننتبه لان هناك تيارين ايرانيين يتصارعان، تيار يقدم رؤى ويقدم بعض يعني نظريات الحل السياسي يمثله روحاني وجواد ظريف، ولكن هناك تيار الحرس الثوري المتشدد الذي يسعى للمواجهه او للطرف بالمواجهه على الولايات المتحده والدول الاوروبيه، وياتي اتجاه اليوم ضمن هذا السياق لتصعيد الموقف والضغط على الدول الغربيه والاحراج القياده السياسيه الايرانيه التي تشكل موقفا اكثر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من صيدا حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.